الموجة الثالثة. لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس لا متناهية. وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى 20 طالبا رافعي أنصال السيوف، وعشرين طالبا رافع الرماح، وعشرين طالبا رافع السناكي. وتزداد صعوبة الموانع بزيادة امتدادها والمشتعلة بالنيران الهيكلية. أبطال يقهرون كل صعب، هؤلاء هم حماة الشعب. الحفل الكريم، سنشاهد على المسطح الأخضر استعراضا لمهارات الطلبة في قيادة الدراجات رباعية الدفع والقفز بها من أعلى المانع، مع قيام أحد الطلبة من فريق رياضة الباركور بالقفز من أعلى الدراجة أثناء عبورها للمانع. الموجة الأولى. الموجة الثانية. ويزداد الأمر صعوبة، حيث تتقدم إحدى الدراجات رباعية الدفع ومثبت بها مانع اللجات والمشتعل بالنيران الهيكلية، ومفادات الطالبين لها أثناء الحركة. مزيد من التركيز والدقة، حيث نشاهد ثلاث دراجات رباعية متداخلة، وسيقوم أحد الطلبة بأداء سقطة لاجتيازهم بامتداد 6 أمتار. والآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد. القفز من أعلى 4 دراجات رباعية متداخلة أثناء الحركة بامتداد 8 أمتار. الحفل الكريم، نشاهد من اليسار حافلة تتقدمها حافلة أخرى، ستقوم الطالبات والطلبة بأداء سقطات هوائية خطرة من أعلى الحافلة إلى الحافلة التي تتقدمها أثناء الحركة. الموجة الأولى. قمة التحكم والثبات تعكس مدى الجدية في التدريبات. الموجة الثانية. أجسادا قوية لا تخشى الأهوال، ترعاها إرادة نسائية لا تعرف المحال. الموجة الثانية. الموجة الثالثة. ويزداد الأمر خطورة بزيادة المسافة بين الحافلتين. الموجة الخامسة. الموجة السادسة. ورغم صعوبة الموانع فالأبطال لا يمنعهم مانع. الحفل الكريم، جدير بالذكر أن الكلية قد وضعت في طليعة الاهتمام تدريب الطلبة على مواجهة المخاطر بثبات وثقة عالية بالنفس، مما يكسب الطالب ثباتا انفعاليا في المواقف المختلفة.